تحياتي النهاردة هكلمكم عن صفحة أخرى من صفحات تاريخنا الأسود سأتناول معكم فيها أحداث يوم الحرة التي استباح فيها يزيد ابن معاوية مدينة الرسول وقتل ونكل بالصحابة والقراء وحفظة القرآن واستباح المدينة ثلاثة أيام كاملة تم فيها اختصاب النساء وفض بكارة العزارة بلا رحمة لذلك أنا سميتها صفحة من صفحات تاريخنا الأسود لأن ما حدث في هذا اليوم يعني تشيب له يعني شعر الرأس من كثرة الأهوال وال والتقتيل والاختصاب وفض بكارة العزارة يعني التاريخ أرخ لهذا اليوم بطريقة بشعة عشان كده أنا بسميها صفحة من صفحات تاريخنا الأسود القصة بدأت عندما قام أهل المدينة بنقد بيعة يزيد ابن معاوية، بسبب سوء أخلاقه وفسقه ومجاهرته بشرب الخمر، والقيام بقتل الحسين حفيد الرسول في معركة كربلاء، واتخاذ حفيدات الرسول سبايا، بل قيل عليه أيضاً إنه كان يضاجع الغلمان، فكيف يكون خليفة المسلمين؟ برضو لازم نعرف ان هو الانتقام الانتقام بتاع يزيد بن معاويه كان قوي جدا لهذه الدرجه بسبب ان لما جالوا مجموعه من المدينه عنده في الشام اكرمهم و... واعطى لهم كثير من الهدايا و... وزاد في كرمهم ف... لكن لما وجدوا ان هو يعيش في مجون وفي فسق ويشرب الخمر فعندما رجعوا إلى المدينة المنورة حكوا للصحابة على ما رأوه بالرغم أن هو عملهم جيدا لذلك كان انتقامه عظيم المهم فقالوا فيما بينهم كيف يكون خليفة المسلمين بهذه الصفات لذلك نقضوا البيع له وقاموا بطرد الوالي الذي عينه يزيد ابن معاوية على المدينة وهو عثمان ابن محمد ابن أبي سفيان فارسل إلى يزيد ابن معاوية ليطلب النجدة والعون، فقام يزيد بإرسال جيش من من الشام بقيادة مسلم ابن عقبة المُري لتأديب أهل المدينة اللي كلهم كانوا من الصحابة يعني يعني كل اللي كانوا في المدينة في تلك الفترة كانوا من صحابة الرسول أو من التابعين وأبنائهم والقراء وحفظة القرآن وكانت موقعة الحرة سنة 63 هجرية فنادى مسلم ابن عقبة المر على أهل المدينة قائلًا إن أمير المؤمنين خليفة المسلمين يزيد ابن معاوية يعطيكم يعطيكم ثلاثة أيام للإستسلام وإنه لا يريد إراقة دماءكم ولقد أعذر من أنذر ده تهديد صريح إن خلال ثلاث أيام إذا لم يأخذ البيعة سيحطم المدينة وكان يزيد ابن معاويه قال لمسلم ابن عقبه المرري اللي هو قائد الجيش انهم في حاله رفض الاستسلام واعطاء البيعه بدون شرط فانت من حقك ان تستبيح المدينه ثلاثه ايام بكل ما فيها من مال او طعام او دابه او سلاح او نساء فهو للجند. تخيلوا دي اوامر من خليفه المسلمين يزيد ابن معاويه انه يستبيح النساء والاطفال وكل ما في المدينه استباحه مطلقه، وفعلا بعد انتهاء مده الثلاثه ايام استباحة جيش يزيد ابن معاويه مدينه رسول الله. وقتلوا الصحابه، وحفظت القران، واغتصبوا النساء. ده حتى بعض الصحابه اللي يعني اللي ارادوا ان ينقذوا حياتهم على سبيل المثال الصحابي يزيد ابن عبد الله ابن ربيعه. الذي طلب منه ان يبايع يزيد ابن معاويه على الخلافه. فوافق عن مضض ولكنه غير في مضمون المبايعة وقال أبايعك على الكتاب والسنة ففي كان مضمون للمبايعة كان لازم يقوله كامل اللي هو اللي على السمع والطاعة يعني فرفضوا المضمون الخاص مبايعته على فكرة على الكتاب والسنة يعني اسلوب المبايعة ده ما عجبهمش فقتلوه قطعوا رأسه لمجرد انه يعني غير في مضمون المبايعة تخيلوا وصل الحب في الانتقام وسفك الدماء لأي درجة حتى عندما أراد أن يرجع ويبايع يزيد ابن معاوية مبايعة صريحة أيضا رفض وقالوا له مبايعة متأخرة هو خلاص هم عايزين ينتقموا منهم فلا فلا نريدها ولا نثق فيك هم زي ما قلت لكم عايزين بيعه على السمع والطاعه فقط بدون حتى ابداء اي راي وصحابي اخر برضو اراد ان ينقذ حياته يدعى سعيد ابن المثبت قال ابايع على سيرة ابو بكر وعمر فضرب عنقه ايضا قال له هذه ليست مبايعه يعني هو الراجل بقى يقول لك حبايع على سيرة ابو بكر وعمر طب ما ايه المشكله لكن لا انت لازم تبايع على السمع والطاعه العمياء وهي دي عصور الخلافة الإسلامية اللي أنا بقول لكم عليها هي عصور كلها كل ما يريده الخليفة اللي هو السيطرة والسمع والطاعة وهو بعد كده يعمل كل المبقات من فسق ومجون وعربادة وسكر وهذا اللي كان عليه يزيد بن معاوية وذكرت الكتب أرقامًا مفزعة ومرعبة لعدد قتلى يوم الحرة من الصحابة والتابعين وأبنائهم، ده غير النساء التي تم اختصابها لدرجة أنهم أطلقوا على مسلم ابن عقبة قائد جيش يزيد ابن معاوية مصرف ابن عقبة لإسرافه في سفك الدماء. يعني هو سفك دم من أهل المدينة بيقولك بكميات رهيبة. هقول لكم دلوقتي بعد الأرقام طبعًا. وعن اختصاب نساء المدينة قال المدائني ولدت ولدت ألف امرأة بعد يوم الحرة من غير زوج من كثرة الاختصاب ألف امرأة ولدت بعد يوم الحرة من غير زوج تخيلوا الرقم ألف يعني تم اختصاب ألف امرأة يعني كلهم صحابيات وأبناء الصحابة انتم متخيلين الأرقام دي عشان كده بقول لكم هي صفحة سوداء من تاريخنا الأسود للاسف محدش حدش بيتكلم كتير عن الكلام ده يعني للاسف ما ليه ما بيتكلموش عن الكلام ده لازم نعرف التاريخ يا جماعه عشان نعرف عشان الناس اللي بتطالب بعوده عصور الخلافه يعرفوا ايه اللي كان بيحصل في عصور الخلافه يزيد ابن معاويه ابي سفيان ده ابن الخليفه معاويه ابن ابي سفيان ادي اللي عمله قتل واغتصب ويعني سفك دماء بطريقه لم احد يعني اقول لك ايه ما فيش حد عمل اللي عمله ده وقتلوا 700 من القراء من حفظه القران و1400 من الانصار و1300 من القرشيين و3500 من الموالي و10000 من الصبيه الاطفال حتى الاطفال لم يرحمهم وافتضوا بكارة أكثر من 300 عذراء لدرجة أن التاريخ أرخ لذلك اليوم وسمى الأولاد التي الذي تم ولادتهم بعد تلك الواقعة بأولاد الحرة وأخذوا هذا اللقب من كسرة الاختصاب الذي حدث يوم الحرة واللي عمل كل ده طبعا خلفة المسلمين يزيد بن معاوية وهو ده كان نظام الخلافة المتبع الولاء التام والبيعة الخالصة بدون أي اعتراض أو التنكيل وقطع الرقاب هو هو ده اسلوب الخلافه السمع والطاعه من غير اي من غير ابداء اي حتى اعتراض من غير ابداء اي يعني لو حتى الحاكم ده او الخليفه ده فاسق ماجن مش من حقك انت تعترض وتحجج مسلم ابن عقبه المر قائد الجيش قائد جيش يزيد بن معاويه بانه فعل كل ذلك تطبيقا لحديث الرسول عن وجوب طاعه الحاكم يعني في الاخر اللي عمله ده من الدين هو ان هو يزيد ابن معاويه كان بيطبق حديث الرسول عن وجوب طاعه الحاكم يعني كله بالدين قتل اغتصب اه، نساء اه، دمر الـ 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 بلد مدينة الرسول وكله بالدين الرسول قال طالما اه، 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 انت خرجت عن الحاكم يبقى انت دمك مهدر يعني كله بالدين ادي, ادي عصر الخلافة وعدم الخروج عليه لان في الخروج على الحاكم دعوة للفساد والمعصية وذكر يقوت الحموي بأنهم أفنوا أصحاب الحديبية ولم يتبقى منهم أحد وقاموا بربط خيولهم في مسجد الرسول فتدنس المسجد بالبول والروس والعلف يعني كلام صعب جدا ومين اللي بيعمل ده أرجع أقول لك ده خليفة المسلمين كلام صعب جدا بالطبع المشكلة الكبرى أنه كان متأكد أنه كل ما فعله عمل صالح بقتله لهؤلاء الصحابة وباختصابه لبناتهم وزوجاتهن الخارجين عن خليفة المسلمين لدرجة انه قلب الحرف ليس شيئا أحب إلي من الموت على طهارتي فإني لا أشك أن الله طهرني من ذنوبي بقتل لهؤلاء الأنجاس تخيلوا يعني هو واثق عنده ثقة كاملة أنه كل اللي عمله ده من قتل واختصاب ده طهره من ذنوبه تخيلوا أدي ده, ده مرض عقل أنا بعتقد يعني هو شايف ان اللي عمله ده على السنة وحسب الدين ورغم كل هذه المذابح للأسف نجد في يومنا هذا هناك من يرفض لعن يزيد ابن معاوية بل يدافعون عنه من أجل أن مجرد أبيه هو معاوية ابن أبو سفيان يعني حتى لا يتم لعنه مع أبيه بل البعض يقول أنه مجرد تأول وأخطأ إيه يعني هو تأول وأخطأ وكلنا خطأون ده كلام السلفيين طبعاً يعني كل هذه الاحداث البشعه التي ليس فيها اي رحمه والبعض يقول مجرد تاول واخطاء ده طبعا تاريخ اسود مليء بالمراره وسفك الدماء والاغتصاب وطبعا كل فريق يعتقد ان هو اللي على حق وهو الفرقه الناجيه ودي كانت حلقه النهارده احب اسمع ارائكم طبعا والى اللقاء في معلومه تاريخيه جديده وطاب مساءكم